بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتاتي، مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم وصفة تقليدية جزائرية معروفة. احنا عندنا في الغرب الجزائري نقولوا لها الرقاق، في الشرق الجزائري يقولوا لها شخشوخة، خصوصا في منطقة بسكرة المسيلة يقولوا لها شخشوخة، مي احنا في الغرب نقولوا لها الرقاق، لكن نديروها بنفس الطريقة تقريبا. اليوم انا غادي نديرها لكم تاع كل يوم، مي خطر الجاي ان شاء الله غادي نديرها لكم على طريقة الاعراس ان شاء الله. اذا بغيتوا تشوفوا كيفاش نديروها بالدجاج محمر، اللي كيكونوا دجاجة كومبلي فيها واحد لي زيبيس وفيها واحد التوابل خاصة، اذا بغيتوا الوصفة تاع الاعراس. وانا ان شاء الله اصلا راني ناوية نديرها لكم، لكن اذا حبيتوها على وجه الخصوص حطوا لي في لي كومونتير. هذا بالنسبة اما اليوم بالنسبه للوصفه تاع الاعراس، لكن بالنسبه للوصفه تاع كل يوم اللي نديروها مثلا من الجمعه للجمعه، ولا في كي جو ضياف هكا زعما تاع كل يوم، ماشي اعراس ماشي مناسبات، نديروا هذه الوصفه سهله وخفيفه وبالخف توجد. المهم فيها مرحلتين، مرحله العجينه ومرحله المرق. اولا انا غادي نوريكم العجينه اما المرق. اما بالنسبه للعجينه فسبق لي اني شاركتها معكم في وصفه المحاجب، هي تقريبا نفس الوصفه او هي نفسها زعما صوف الطريقه. اذا بغيتوا تدلكوا هذا الكتان زعما ملي تبداو نتوما تدلكوا فيها، ولا تروحوا ديروها بالطريقه اللي درت بها المحاجب. واللي ما شافش طريقه المحاجب انا نخلي لكم الرابط في اسفل الوصف، في اسفل صندوق الوصف. وبالنسبه للمرق هو اللي نحتاجو فيه الى حبه بصل كبيره كما هاك، حبه بصل كبيره مطحونه او محكوكه او فوتها في الروبو هي، وحبه طماطم ايضا كبيره تكون طايبه حبه الطماطم. نحتاجو الى ملعقه كبيره من السمن، نحتاج الى الخضار نديرو فيها كورجيت كما هاكا، كوسه وبطاطا ثاني مقطعتها الى نصف، حبات بطاطا صغيره فقط، الى كذلك جزر مقطع الى نصف، فلفل حار، الى قطع من الدجاج والحمص، والى ملح وراس الحانوت او توابل مشكله او التفاح، مغرف غير مملوءه من الهريسه، وملعقه طماطم المعلبه وملعقه غير مملوءه ايضا من الهريسه. نفوتوا مباشره طريقه التحضير. اول حاجه نفوتو نحطو لا كوكوط تاعنا، نديرو فيها هكا ملعقه كبيره تاع السمن. انا قلت لكم نخدم بالسمن المدينه عفوا المرجان او البقال، هادو زوج ماركات يجيو بنان بزاف بزاف. ونحتاج نحط البصل، حبه كبيره من البصل وحبه كبيره من الطماطم المحكوكين او المطحونين في الروبو هكا، نقلوهم واحد شويه مع قطع الدجاج. نحط قطع الدجاج هكا، ونخليهم يتقلاو واحد شويه، من بعد نضيف لهم الاضافات الاخرى. بعد ما تقلى عندي الدجاج والطماطم والبصل واحد شويه مع السمن، نديروا لهم التفاح طماطم معلبه والهريسه. والحار دائما يبقى قضيه اختياريه، كل واحد يبغي يدير يبغي ما يديرش، الحار هذا راه حاجه اختياريه، كل واحد والتفاح. نخلوهم يتقلاو مع التفاح ثاني واحد المده، هنا نضيف الملح، الملح دائما حسب الذوق، والحمص وقرون تاع الفلفل الحار. غادي نضيف اثنان دركا ومن بعد نزيد مع الخضار. انا في الاول مع الدجاج والحمص ندير الجزر لانه هو اللي شد شويه طياب، نخليهم يتقلاو واحد شويه مع بعض ومن بعد نمرق. هنا بعد ما تقلاو عندي المكونات هذو نضيف لهم الماء الساخن، نمرق بالماء الساخن حتى نشوف الدجاج تاعي نضج وطاب هو والجزر.
من بعد نحيهم ونضيف الخضار الاخرى ثاني تزيد تطيب ومن بعد نعاود نحيهم. الخضار خاصها ما تطيبش بزاف بزاف، ما نحشي حتى تتحل كاع وتذوب، نخلوها شاده راسها شويه باش نحمروها في المقلاه. هكا راني مرقت، دوك نغلق عليه الطنجره نغلقها ونخلي الخضار مع الدجاج يطيبوا. وبما انه المرق تاعنا اللي درته يطيب، لاصوص هذيك اللي درتها طيب، هنا نجو لمرحله العجين. نقول لكم العجين هو نفسه كيما تاع اللي درناه في المحاجب، ومن بعد نخليه يكون رابط في صندوق الوصف. ها هو اللي درته وخليته يرتاح، غطيته بلاستيكه وفوطه. شوفوا وارتاح عندي المده الكافيه، انا هنا خليته مده تقريبا واحد 3 ساعات وهو يرتاح باش يجيني مليح ينطلق لي مليح. من هنا بغيت نوري لكم الطريقه كيفاش نطيبوا الرقاق تاع وحده فوق وحده، زعما نبنوا الرقاق كيف نبنوه. هنايا غادي نفوت ونوريكم ونوجدوا برك شويه زيت عاديه، زيت تاع المائده، زيت تاع صونغو ولا زيت عادي ماهوش زيت الزيتون. ونبداو نحلو في العجينه تاعنا. واني دايره هنايا الطاجين هو يسخن على درجه حراره منخفضه، خاصه درجه النار ما تكونش عاليه بزاف، خاصها تكون هاوده ولا منخفضه. وهنايا باش نوريكم ايتاب باغ ايتاب اش غادي ندير او خطوه بخطوه. اول حاجه نجي وندهن سطح العمل، مي غادي نخدم خاص سطح العمل يكون نظيف هكا. ونجيب العجينه ونبدا نفتح فيها بالزيت كي تكون مرتاحه. دائما نقول لبناتي اخواتي باللي العجينه خاصها تريح، كل ما تريح ما غاديش تغبنك. اي مبتدئه خاصك تدلكيها بالطريقه اللي وريتها لك في المحاجب وتبداي تخليها تريح. كل ما تريح ما غادي لا تعذبك لا تتقطع لا توسل. مام اذا تقطعت، هاي هنا انا عندي تقطعت، سي با لا فان دو مون، ماهيش اخر العالم، ولكن غادي تتحال وتجيك رقيقه والله الله عليها. بعد نرفد العجينه ونحطها في الطاجين ونساويها من كل الجوانب هكا. الحواشي ما يبقاوش ملويين نحلوهم ونحلو وحده ثانيه. الاولى تكون خاص النار تكون هاوده، هاي الاولى عندي فوق النار، نحلو هذه بسرعه باش نبنوها عليها. نرفدها ونحطها فوق قطعه، ما يهمش يجو قد بعضاهم، كيما يهم انها طيب فوق اختها، ما طيب على الحراره تاع هذه اللي تحتها. نعاود نزيد نحل وحده وحده اخرى ثاني. هذيك راهي طيب عندي على الحراره تاع اللي تحتها، دوكا نقلبها دوك نحل هذه شويه ركزوا على هادو الحواشي خاطر هما اللي يبقاو خشان. ومن بعد هنا نرجعوا لهذه الخبزه تاعنا، شوفوا كيفاش طابت على خوتها، نعاود نقلبها هاك نقلبها ونحل هذه الثالثه. راني نحل في هذه هكا نحلها ونرفدها نحطها فوق اختها هكا. شغل وحده طيب على الحراره تاع الاخرى تاع اللي قبلها، تقعد هكا وحده طيب على الحراره تاع اللي قبلها. شوفوا كيفاش هنا نجبدها عادي نتحكم فيها نحطها فوق اختها وهكا تبقى طيب على الحراره تاع اختها. ونكمل نقدروا نديروا حتى 8 فوق بعضهم، نبنوهم فوق بعضهم، نحل هذه كيما الاخرين. هاي هذه هنا بدات تطيب والاخرى راني حليتها، نعاود نقلبها هاك باش نطيب هذه اللي راني نحل فيها فوق هذه. تبقى هكا تبقاي تقلبي وطيبي وحده فوق وحده، شغل وحده طيب فوق سخانه الاخرى. نتمنى ان الفكره راهي وصلتكم،
هكا يجيكم الرقاق ماشي محروق ماشي طايب بزاف، لانه كيجي طايب بزاف ما غاديش يتسمى رقاق، غادي يتسمى مسمن. هكا بهذه الطريقه اصلا هادي هربت لي من يدي، ولكن سي با غراف. نعدلوها دائما نبقاو نعدلو فيها بهذه الطريقه هكا. وهاد الشخشوخه نورمالمون او الرقاق عنده طاجين تاعه مخصوص ويجي كيما القبه يطيبوا عليه، لكن المبتدئات واللي ما كاش طاجين كيما انا ما عنديش هذاك الطاجين، ما يمنعش اننا نديرو شخشوخه وتجي بنينه ولا رقاق ويجي بنين، الله الله عليه بابسط الوسائل. ونبقى هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي، دوك يطيب عندي هذه نوريها لكم. وهذه الورقه الثامنه والاخيره نحطها هكا ونقادها طيب فوق خواتاتها. قلت لكم وحده طيب على حراره الاخرى باش هكا ما يجيناش الرقاق طايب بزاف ولا يجينا يابس يبقى طري. هكذا نخليها طيب على حرارة اللي راهي تحتها، ومن بعد شوية ونقلبها. هنا تقريبا راهي طابت على خطها، دوك هنا يبقى لها شوية طياب نجو ونقلبوها هكذا. شوفوا كيفاش طابوا، يطيبوا كاع صفرين وشابين. هنايا دوك نخليها طيب هذيك اللي من تحتها تزيد طيب مع خواتاتها، ومن بعد نطلق هكا باش نعرفوها طابت. نجو نرقبوا عليها كيما هكا، نطلعوا عليها من تحتها كيما هكا. هاي هنا عندي طابت سي بون، شوفوا الورق كاع راهم طايبين. دوكا نحيها، راني هنا نحيتها سخونه، نجي ونطويها بهذه الطريقه هكذا. شوفوا كيفاش طويتهم في بعضهم باش يبقاو يعرقوا مع بعضهم. هنا ما نحتاجوش اننا نعاودوا نفوروا الاخرى تاعنا، الرقاق تاعنا ولا الشخشوخه تاعنا، لانه اللي عاود يفورها غادي هو يكون ديجا يبسها باش عاود تطرى له شويه يعاودوا يفوروها. لكن حنايا في دارنا ولا انا كيما تعود نخدمها اني ما نفورهاش، نطويها هكا وهي حاميه ونخليها يعرقوا مع بعضهم وهما هكاك طايبين باش يجوني طريين ابخي، ونحطهم هكا نكحزهم بجيه ونكمل نطيب الخبزات الاخرين. اما اللي تبغي تحتفظ بها وتجمدها فهي نفس الطريقه تقريبا، انك برك هنا ما تطويهاش هاد الطيات كاع، تخليها مطويه غير كيما هاك، ومن بعد تخلي حتى تبرد تماما تطويها وهي بارده تماما وديريها في ساك دو كونجيلاسيون وتخبيها تقعد عندك مده طويله جدا. وقت اللي تبغي تحتاجيها جبديها خدمي لها غير لاصوص وقطعيها وسربيها. اما بالنسبه لل كيما قلت لكم طريقه التقطيع من بعد نوريكم، كاين طريقه سين، كاين طريقه اليدويه، وكاين طريقه بالمقص. اما هذا الاخرين انا غادي نخليها كيما ها وغادي نكمل الخبزات اللي عندي ونتلاقوا من بعد. هنا راني حليت على الطنجره تاعي، شوفوا الدجاج راهو طاب، دوكا نقلعه ونقلع الجزر ونحط البطاطا والكورجيت اللي بقات لي او الكوسه. بعد ما قلعت الدجاج نحط الكوسه ونحط البطاطا ونخليهم مده 5 دقائق فقط نبلع عليهم ولا اقل، لانه مانيش باغيتهم يطيبوا حتى يذوبوا، باغيتهم يبقاو شادين راسهم باش نحمرهم شويه. هنا هاو الرقاق تاعي كاع راه واجد، درتهم كيما هكا، عندي 8 طبقات في كل وحده تقريبا 8 طبقات، نتوما ديروا على حساب ما تواتوا. دوكا نبدا نحل فيه باش نقطعه. هنا شوفوا عندي نوريكم ومازال حامي، هنا يشد السخانة تاعه يشد ما شاء الله يقعد حامي. نحل الورقة نورقها قدامكم، شوفوا شوفوا كيفاش تجي رقيقة وشفافة، شفتوا كيفاش هي حامية.
دوكا تبغوا تقطعوها على الطريقه التقليديه اللي هي انك تحكميها وتفتيها كيما هكا، تشخشخيها كيما هاك ولا ترقيها ديريها بهذه الطريقه. او انك الطريقه الثانيه للتقطيع هي انك تحكمي واحد زوج ورق، جيبي زوج ورق، شوفوا شحال شفافه العجينه عندي، شوفوا الورقه شحال رقيقه، تجيبيهم تقريبا زوج وتروليهم هكا كيما بيسكوي غولي ونقطعوهم بالمقص. هذه تقريبا ديروها في العراس هكا، نقطعوهم رقيق تقريبا هكذا. هذه طريقه ويخرجوا عندنا الشريطه كما كنتم تشوفوا هاك، يخرجوا الشريطه رقيق، شوفوا شحال رقيق، شوفوا شحال رقيق الشريط، ويجي كي تتسقى تجي تهبل، تجي بنينه وخفيفه. هذه هي، انا دوك نواصل ان شاء الله، انا غادي نقطعهم بالطريقه التقليديه، غادي نقطعهم هكا عادي بيدي، غير بغيت نوريكم الطريقه الاخرى تاع التقطاع. انا غادي نفتتها كيما هكا، ومن بعد ان شاء الله راني دوكا راني دايره الخضر تاعي راهم يتقلاو، راني نقلي فيها دوك الخضره ومن بعد نتلاقاو ونشوفوه في صحن التقديم. اذا كانت هذه هي وصفتنا اليوم، الرقاق او الشخشوخه بطريقتي، وريتكم كيفاش تبنوا الشخشوخه فوق بعضها، كيفاش تطيبوها، كيفاش تخلوها تعرق. المهم هذه هي كانت طريقتي انايا في اعداد الشخشوخه، طبق الجزائري او الرقاق، طبق جزائري معروف جدا جدا وشهي جدا جدا ولذيذ. ها هي المرق تاعه، شوفوا كيفاش يجي خاطر ويجي بنين. المهم كانت هذه هي وصفتنا لليوم، كما راكم تشوفوا حمرت شويه هادو الاخرين وزينتها بهذه الطريقه، درت شويه تاع الفلفل الحار، ندير لكم منظر علوي هكا باش تشوفوها هكا. هذه هي شويه حمص سقيتها كما راكم تشوفوا، واللي يبغي يزيد يسقي ها ولا لاصوص هاي هنايا. المهم كانت هذه هي وصفتنا لليوم، نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتنال استحسانكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بالتعليقاتكم وبلايكاتكم اللي راهي تفرحني بزاف بزاف، واللي اول مره يشاهدوني ما تنساوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.